عشان معلم احكي لها امسك حبيبي توها تغلق الحين رجرها يلا تدري قبل امس وش صار وش لقوا في غرفة الملابس وش لقوا؟ لقوا جوال صدق حلو لا لا ما لقوا ما لقوا وش لقوا؟ متأكد؟ متأكد ما لقوا انا موجود وما لقوا جوال انت موجود؟ نعم انا موجود انت موجود؟ نعم انا موجود تدري وش لقوا تحت الثيل؟ وش لقوا؟ ها؟ جوال لقوا باور بانك تدري وش لقوا في المطبخ؟ شاحن تايب سي حق ايفون جديد. من اللي معاه ايفون جديد؟ انا سلم جوالي. لا انت اللي معك ايفون جديد. لا هو جوال كشاف. ايه كشاف. اقول من الفكره اللي قلت لك. يا عيال تكفون ايه انت لا تتهمني مع بعض. يلا. يلا. واحد اثنين ثلاثة يلا. انت ستاند باي ستاند باي يا شباب. عندي يلا. اسلم. معنا. عندي وانا بحب يلا ابن حلال خلص انت ولا زعف وكبسه يجي بعد ما اخلص أيوة يلا يلا انت لا تهمني بشيء وانا مري من اشكك بحبي لك الاب وافترى وين بتروح بالوافي يا كسر ظهري يا حياتي الشقاوة لحياة الذرى واحسب اني على حقي قوي وجري لان شفتك تعمى وانت عينك ترى وانت عينك ترى نساك وقتك وانت عظمت طريق وش صار بغيابي كيف يا هل ترى كيف يا هل ترى خلاص فاصل الربع فاصل تهمني بشي وانا بري يا حياتي الشقاوة دقيقة اسلم اسلم سلبي هذا ملوث الاذن هاي الاوله السنه شوف عشان تناجح يا رب انتقدون صوت بتقول المناشده ولا روح انا ما كنت اتكلم عن المناشده مناشده وشاني عندي انا مناشده انا جيت ولقيت مناشده فاتحين يا العلم وشانه انت بصامي ولا ما انت بصامي العلم وشانه انا ترك الدوسري ذا يا عيال ترى يا عيال ترك الدوسري ها هذا الطال مدب هذا اللي علمه يا عيال طلع اخرج هذا اللي علمه عطى العلم انت الدوسري عطى اقول لكم شيء سرك كبير قرب 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 ترك الدوسري هو صاحب القرار صدق حي قايل ايش بعد ايش بعد ايش بعد ايش بعد ترك الدوسري يلبس غتره بيض لا تقول الثالثه لا تقول الثالثه اصمل اقولها ترك الدوسري يجي على سياره لا يشرب قهوه علموا علموني انا اخوي ناصر الغامدي يا اخوان تقول ناصر الغامدي المدير يا ابو عبد الله يا زين يا شيخ ناصر يا لب قلب ترى صديق الرجال صدق علمكم حاجه تدرون اني اخذت جوال واحد من المتسابقين لقيت معه محادثه مع ناصر الغامدي قبل ثلاث سنوات وهذا من هو تدرون مو بسبب سالم ترى تدرون بعلمكم الاول يا علي سيف سالم اخذ الاول ليش سكتوا يا عيال تدرون دقيقة يعني تدرون كلام مهم أنا ها أنا تدرون نايف سوي خوي ترك الدوسري سوي خوي لا سوي خوي ترك الدوسري يا خرب يما ازحب ازبل تدرون بادم عيان تدرون بادم عيان في فقرة النقد بس ولا شيء خله يجي فقرة النقد وش بتسوي شو تسوي آه منها صار نسيت قولوا من معه تدرون قول من معه ها مع ايش اسمه وش تقول دقيقه وش تقول فيهم وش تقول فيهم وش اسمه بحزام قل اسمع دقيقه وش تقول فيهم وش اسمه بحزام سالم بالحزام الله عليك وش تقول فيهم حق النقد انزلوا لي ميدان كم عددهم ثلاثة تقاوم كم ناصر كم عددهم عبد الله الراجح دقيقة شوف الطالب المؤدب اللي حافظ اسامي يلا دقيقة عبد الله الراجح محمد سالم حزام فهد محمد سعود فهد العيان سعود العتيبي علي الغامدي هذول كم ستة زود اثنين نلعب كورة ستة فريق تدرون اصدمكم صدمة قوية تدرون نبابة
صديقي صدق اباضة تاج راسي اباضة تاج راسي ابا والله تاج راسي صديقي اباضة 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 احب اباضة تدرون اباضة اباضة اذا تسمعني اباضة اذا تسمعني عطني غمزة احبك اوه تقول اباضة صديقي اباضة تذكر يوم لعبنا بلوت امس يوم ركبت عليك 400 امس نايف من امس لعب معنا بلوت جبت لكم يا عيال خبر حصري وكك الوكك حاليا وش ما تعلمون احد ما نعلم احد صراحه يبغون تدرون انا تدرون وانا بس يبغون خدني ها تم القبضه الله ينكبك انت خبرك ليتني ما قليتك ما جيت وش قال وش صار تدري وشو يبوني يا ويلك ولا باصل يا ويلك يا ويلك يا ويلك الله والله ما خليك اباضي اذا تسمعني حتى اغنيه حزينه ايوه راح نايف نايف خلهم راحوا راحوا وش الكلام اللي انت قاعد تقوله النقد ما النقد ما النقد شنو ترى كنت بحطفهم الحين كنت بهم يجيبون العيد عشان يطلعون يجلدهم سمعت انت ايش ذا اللي يقول سينا سخويتك الدوسري سينا ايف سينا ايف سينا ايف كل شيء الا ترك الدوسري لا يعني اخوي المقدم شوفي اخوي المقدم عشان الناس يا اخوي صاحب قرار عيب يا ولد ترى صدق خلنا واحد سنه عرفت انا عرفت لاعب في الجدار هو طبق هو اشتنتها ايه بيجي ترك الدوسري عشانه لا مسوي نفس اخوي ترك الدوسري عشان ما استبعاد استبعاد مع السبعه استبعاد انا شوف استبعاد شوف استبعاد وين بتروح لا ادري هو انت تخلي انت الاستبعاد انت لا نايم امه هو مخرب الدرج انا خربت الدرج يعني سبحان الله والله ما تاخرت عن صلواتكم والله ولا صلاه تاخرت انا عشان البرنامج عشان البرنامج عشان ربي والله اني ما تاخرت والله ما جت فقره وانا ماني موجود مقدمين يعني اني موجود ما اطلع من والله اني ما اطلع البث الا كان رايح دارت المياه او اني معطي احد العيال مايكي امر من الاداره فوالله انه حرام اني اطلع طيب انا ايش تقول فيني يعني شوف انا الصدق اكتب عليك انا صاير محافظ الحين ليه انا احاول احافظ عشان سبع واجد فحاول اني احافظ حتى ما ادي في الريالتي ذاك الزود ليه هل انت تقول اذا راحوا السبعه اول ابراهيم 26 بيصير لك مجال انك تتفاوض مع الشاشات ومع القنوات ومع الشباب والله بتأدي يعني مع اذا طلعوا السبعه والله لاكل الجو ان شاء الله بيمشي تاكل الجو عليهم وعلي انا ما راح اعطيك فرصه والله لاكل عليكم لا انا ما بضربك ها بضربك ما راح تضربني الا والله اضربك تضربني إيه؟ مني ضاربك اليوم في الساحه ومن اللي صفقك انت صار حازم انتم انتم اثنين من اللي صفقك اسمعني من اللي صفقك لا لا اللي تحت البث تحت البث عطني ووقعك هنا يا حبيبي من تريدك في الساحه ايه اسمع من اللي صفقك تحت البث انتم فيصل وحازم اثنين وانا لحالي احنا جالسين قاعدين نقول قصيد حلو انت وصفقتكم صح قول لا اله الا الله صفقتكم عطني على البث ايه انت صفقتني لا بس تحت البث اصد في ذمتك خلاص ايوه فعلا ليش خليتك تضربني على البث؟ طيب ليش خليتك تضربني على البث؟ طيب عشانكم اصدقائي طيب تشوف الشجره دي؟ تشوف الشجره شو اسمها؟ الشجره الشجره طيب شوفها فيصل الحازم من اللي صفقك انت شايف تحت البث؟ انا ليش؟ والله اني صفقته هو شايف حشر حشر كيف لباك؟ كيف نظر عيونك؟